أبو مالك معنا على الخط، تفضل أبو مالك. اكسر التلفزيون أبو السلام مالك. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، اكسر التلفزيون شوي لأنه مشوش علينا. تفضل واطرح سؤالك على الشيخ. تفضل كيفك يا شيخ صالح؟ ارفع صوتك شوي. عندي سؤالين يا شيخ صالح. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم سماع الزير؟ ما هو الطبلة؟ الزير صار من العلماء من يقول بالجواز، صار من يقول بالتحريم. نريد ترى الشيخ صالح عن حكم سماع الزير. سمع. يا أخي الزير أو غيره من آلات اللهو، نحن لا ننظر للأسماء، ننظر إلى آلات اللهو عموما محرمة. استعمال آلات اللهو كلها حرام، من المعازف والمزامير والطبول غير ذلك من الموسيقى بأنواعها، كل هذا محرم لأنه لهو من لهو الحديث وهو محرم، سواء يسمى بالزير أو بغير الزير. نعم.